هنبتدي منين الحكاية؟ هنبتدي من الاحتواء، ومفيش أحسن من دي بداية. باقة الاحتواء لم تنفذ بعد، باقة الاحتواء مكملة، ده أوبشن نازل في الدوري المصري. عايز باقة الفار ومعاها باقة الاحتواء، ولا عايز باقة الفار من غير باقة احتواء، ولا عايز الفار مع الاحتواء؟ ده أوبشن، أوبشن بنقدمه في مباراة الدوري المصري، كل التقدير والاحترام للجميع، لكن باقة الاحتواء ما بتخلصش. باقة الاحتواء عرض مستمر. باقة يا راجل، ده اللي بيشحن كارت ب100 بيخلص، لكن باقة الاحتواء دي مكملة. باقة الاحتواء هاشتاج الاحتواء عرض مستمر، كل الناس معايا هاشتاج الاحتواء عرض مستمر. هو الاحتواء ايه؟ الاحتواء مش اي حاجة بتخلص، لكن الاحتواء ما بيخلصش. سؤالي هو انك تحسب ضربة جزاء للزمالك اصبح امر ضروري كده؟ يعني هل هو زي الهواء اللي بنستنشقه والمية اللي بنشربها لازم كمان ضربة جزاء للزمالك؟ يعني هي بقت حاجة كده؟ يعني ايه لازم ضربة جزاء للزمالك؟ لا، بس المرة دي مش ضربة جزاء، ده اتنين. هو احنا هنعديها كده؟ مش بقول لك الاحتواء الكامل المتكامل المتوازي المضلع المستطيل المربع المعين، كل اللي انت عايز تقوله تقوله. الاحتواء عرض مستمر بلا اي مراعاة لشعور اي حد. الاحتواء النهارده مفيش بعد كده، الاحتواء النهارده مفيش بعد كده. لا يختلط الزيت بالماء، ولكن الاحتواء يختلط بكل حاجة. الاحتواء مكمل، الاحتواء مكمل. مش هذكر اسماء، ولكن النهارده طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفيوتشر مش علامة استفهام كبيرة، ده علامة استفهام لحد بكرة الصبح. هو في ايه؟ هو ليه ضربتين جزاء للزمالك؟ هو ليه اصلا كل ماتش للزمالك ضربة جزاء؟ كامل التقدير والاحترام للزمالك وجماهيره. هو ليه دايما الفار يتدخل في العاب ويغمض عينه في العاب تانية في نفس المباراة؟ غريبة دي شوية ولا مش غريبة؟ ركلة جزاء أولى للزمالك باللمس بالهمساتي باللمساتي بالغمزاتي، احسب ركلة جزاء. ركلة جزاء تانية لو شفناها في أي مباراة يقول لك أصل المسافة قريبة، أصل إيده ما فيهاش تهور، أصل إيده جنبه ما هو داخل عليه، أصل تتحسب وارد، لكن في ماتشات كتير مش بنشوفها. وبيطلعوا خبراء التحكيم يقول لك ده تسديد الكرة من بجوار دراع اللاعب، المسافة لم تتعدى السنتيمترات في المليمترات، وبالتالي ويطلع تحليلات انها ما يحتسبش ضربة جزاء، لكن تتحسب. اه تتحسب. تيجي بقى هدف الزمالك الثالث، الراجل بيخنقه، مفيش، عادي ما تتحسبش. طب الفار؟ يعني انا متخيل كده عرضية والهدف الثالث للزمالك، الفار قاعد كده، ده طاقم تحكيم الفار. ضرب الجزاء رفعت، طرد عبد الشافي، الفار. يعني انا مش عايز اخرج على النص، يعني انتوا دايما متعودين مني ان انا مش بخرج عن النص، ويا رب دايما نفضل بنتحرك باطار عام. وقبل ما اتكلم، كامل التقدير والاحترام للجميع، ومش هذكر اسم حد وانا بتكلم النهارده اهو، مش هذكر اسم حد ولا حكم ولا معلق. المعلق حتى اللي طالع بيساند اللعيبه وبيساند في ايه يا جماعه؟ يعني انتوا بتتكلموا وبتنتقدوا ان لازم يبقى فيه حياديه، حياديه ايه ده معلق المباراه؟ يعني ده لو نائب رئيس ولا صاحب النادي هو اللي بيعلق على المباراه، مش هيعلق كده. هو مش في رقابه على الاعلام؟ هو انتوا مش يا اساتذه يا محترمين المختصين والمسؤولين عن الرقابه على الاعلام، ألم تشعروا أن معلق مباراة الزمالك وفيوتشر هو مستفز لمشاعر جماهير فيوتشر والأندية المنافسة؟ يعني شوف الجمال، أنت من المفترض أن أنت أنت مش بتذيع في قناة الزمالك، أنت بتذيع في قناة اسمها قناة الزمالك؟ لا لا، ما اسمهاش قناة الزمالك ولا إيه؟ مش هتمشي كده صح؟ مش مقنعة. انت مش بتذيع في قناة النادي، فهمتني يا احمد يا توتش؟
انت مش بتذيع في قناة النادي، انت بتذيع في قناة من المفترض انها عامة. ها أه؟ ف صح يا بيبو تريك، فلازم نبقى حياديين، مش كده ولا ايه؟ يا سيدي تعال على نفسك، اعصر على نفسك ليمونة وخليك حيادي، تظاهر بالحيادية، لكن بالمنظر ده صعب قوي قوي. فين بقى الدوري المصري كمنتج؟ وعايزين قيمة الدوري المصري تزيد، وعايزين المنتج ايه ده يا جماعة؟ احنا بنضحك على نفسنا والله العظيم. وهيطلع المسؤول عن التحكيم يقول لك بعتنا الحالة للخبير الاكتواري المختص بالحالات الصعبة الهيروغليفية الموزمبيقية، وأكد على سلامة ركلة جزاء الزمالك الأولى وسلامة ركلة جزاء الزمالك الثانية، وأن هدف الزمالك الثالث يعتبر صحيحا 1000000%. ده اللي هنسمعه الفترة الجاية، ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. لكن انا مش هتكلم، وما بحبش يعني يا لايكات يا جماعه علشان البث بيقطع زي ما الاستاذ احمد بيقول. انا مش ما يعني المستقر لا يحب الدخول في تفاصيل، ولكن دع الصور تتحدث. والله العظيم احنا هندقي نفسنا ليه؟ احنا خايفين على سمعه الكره المصريه، صح ولا مش صح؟ خايفين على سمعه الكره المصريه. طيب ده هدف الزمالك الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع. 1000000000 مبروك لنادي الزمالك الفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين. دوري لسه طويل، والأهلي هيضيع نقط، والزمالك هيضيع نقط، وبيراميدز هيضيع نقط، والإسماعيلي هيضيع نقط أكتر ما هو بيضيع. ولكن أنا بتكلم على